جزاكم الله خيرا. السائل من جمهورية مصر العربية ومقيم بجدة يقول بأنني أعمل بمحل مواد غذائية، وفي نهاية شهر رمضان كلفني أحد الإخوان بأن أخرج له زكاة فطر عن أسرتي وأعطاني قيمة ذلك وكيلا عنه، ولكن للأسف نسيت ولم أخرج الزكاة والمبلغ معي، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ في هذا المبلغ، وهل علي إثم في ذلك؟ نعم، الواجب عليك أن تنفذ الوكالة وأن تخرج الزكاة التي التزمت بإخراجها نيابة عن ذلك المسلم. إذا كنت قد تأخرت عن إخراجها فهذا لا يسقطها عنك، واجب أن تخرجها وأن تبادر بذلك وأن تضعها في مواضعها، أو أن تخبر صاحب الزكاة بأنك لم تفعل ما وكلك به، ثم هو يتصرف ويبرئ ذمته. نعم.